نخش بالتذكرة، التذكرة ايه؟ لازم نخش بالباركود بتاعها، تذكرة ب 30 جنيه. هنخش اهو، فتحت. مفضل كده فتحت. النهاردة انا في المتحف المصري، موجود في المتحف المصري بتاع ميدان التحرير، بقالي كتير ما جيتهوش، فجيته النهاردة عشان الشمس مغيمة، فقلت اجي النهاردة الدنيا مش حر قوي، رغم ان انا عرقان يعني، الدنيا حر جدا برضه، بس مفيش شمس، بس المطر بتمطر خفيف، فدي حاجة حلوة جدا. فممكن تضطر علينا شويه، انا ما اعرفش الدنيا عامله ازاي، بس كلها جامد. انا مش لاقي مصري خالص غير الناس اللي هم المسؤولين عن السياح، اللي هم التور جايد والحاجات دي. تصوير ينفع تدفع كاش هنا وينفع تدفع بالفيزا؟ كان اول كان كاش بس، وبعد كده بقت فيزا بس، وبعد كده بقت كاش وفيزا. فلو انت حتى لو معكش فيزا تدفع كاش عادي، كله جامد. المنطقة ده فيها ناس غريبة، كل عمال يصور، معرفش ايه المكان ده، بيصلح فيه بقاله فترة. التمثيل هناك الغريب ده هنشوفه واحنا خارجين. احنا جينا الساعة 10 متأخرين تقريبا. نخش بالتذكرة، التذكرة ايه؟ لازم نخش بالباركود بتاعها، تذكرة ب 30 جنيه. هنخش اهو، فتحت. مفضل كده فتحت. نخش خلاص. السلام عليكم. خش المتحف المصري. السلام عليكم. عندنا زحمة زي عندنا في مصر النهاردة. النهاردة يوم السبت. النهاردة نسيت النهاردة مية والله، تقريبا النهاردة يوم السبت فعلا. الدنيا عاملة ازاي؟ نبدأ نخش يمين ولا نخش شمال؟ بص الدنيا في مصر زحمة موت، فمش عارف نخش في النص. ما تلاقيش مصري، ما تلاقيش مصر حواليك، كل أجانب، كل أجنبي من جميع الجنسيات، والساحة شغالة حلوة جدا إن شاء الله. ثم أنت ماشي كله عمال يتفرج على الآثار. ما أنا طبعا مش فاهم حاجة خالص، بس أنا باجي أنا كل كام سنة مرة. دي كلها آثار فرعونية ورومانية وفارسية تقريبا. المعتاد الضخمة معرفش عن ايه بقى، كلها حاجات غريبة. دي آثار فرعونية جميلة جدا. في يابانيين بقى، كوريين، انجليز، اوروبيين باكملهم، امريكان. ثم انت مش ماشي اهو، في ناس اجنبيه، محدش يعرف الجنسيه بتاعت حد، بس كل جروب هتلاقيه ماشي معاه واحد كده بيتكلم اللغه بتاعتهم، واحد مصري بيتكلم اللغه بتاعتهم عشان يفهمهم ايه القصه. ده هو بيتفرج على الجنسيه الطويل ده اهو، جروب كده واقف بيتكلموا لغه غريبه. الجروب ده ماشي تقريبا، ده جروب اسباني عشان بيتكلموا لغه غريبه. انا مش فاهم حاجة، او برتغالي. ضرب مسكين تقريبا ولا حاجة، بتكلم لغة لاتينية غريبة. انا مش فاهم، انا ما اعرفش لغات بصراحة عشان ما اعرفش الف. احنا داخلين عند ده الرومانيين دول تقريبا. ده البلاط الامبراطوري. ده العصر الروماني. هلو. ثم احنا ماشيين، ما اعرفش بقى الاثار دي كلهم، كل حاجه مكتوبه قدامها، تابوت ما اعرفش، كل حاجه مكتوبه. فانا نقفل ال، احنا فاتحين الفلاش فقلنا نقفله. احنا ماشيين
اليابانيين، انا ما اعرفش الجنسيات اسيويين عموما يعني، مش فاهم ان انا بلين بيتفرجوا على حاجات انا مش فاهم بيتفرجوا على يعني حاجات انا مش شايفها برضه. هو الراجل اللي معاهم اللي هو المرشد دوت بيقعد يفهمهم وانا بحاول افهم مش فاهم اي حاجه. هو بيتفرج على التمثال دوت والراجل بيشرح لهم. المشكله اللي انت حتى لو مشيت جنبهم مش هتستفاد حاجه، مش انت عشان تحط تفهم اي حاجه لازم حد يشرح لك بالعربي، عشان ما بيشرح بقى بالياباني بالاسباني بالفرنسي، فانت انت ماشي كده في مبرز. حمامات، حمامات نظيفه جدا بصراحه، حمامات نظيفه قوي طبعا عشان اجانب، لازم نضيف كل حاجه عشان اجانب. الاماكن اللي هي بعيد عن السياحه في مصر مش حلوه، لازم كل الاماكن فيها سياحه. البنت دي يابانية منشفة للطبيعة. أنا أقول لكم الجروب السهل زي ما هو، معرفش جروب بيتكلم في إيه، بس إحنا مالناش دعوة، إحنا نمشي على طول، لا نمشي، خلينا نمشي شمال أحسن، نبدأ من الشمال. أنا عندي فيزا السوم، ناس غريبة كلها. انا والله لحد دلوقتي ما قابلتش اي مصري غير الشغالين هنا اللي هم الظباط والناس اللي هم المرشدين، ما اعرفش ايه المكان ده، الناس بتتفرج على ايه ما اعرفش. يعني انا لحد دلوقتي التوابيت كلها فاضية، ما اعرفش راحت فين التوابيت. الدنيا زحمة هنا. نشوف الناس دي بتتكلم عن ايه. دي الدولة مصر القديمة. فين حر واحد بنموت. لو دخلنا يمين من هنا هنطلع ايه ده، في 50 باب وفي 50 طريق. هنطلع من هنا وبعد كده ننزل نلف ولا ايه؟ خلينا نطلع من هنا بعد كده ننزل. اذا في زحمه هنا الناس قاعده على السلم دايما، كل ما محتاج يخش الحمام او مستنيين اصحابهم في الحمام هم تعبوا من المشي فقال لك نقعد، هم كلهم قاعدين على السلم. ثم تمام مش حمام، مش هخش حمام صراحة. ده احنا الدنيا طالع فوق في الدنيا فاضية، سفركة أي حاجة، أنت أي أجنبي عايز تشوفه تعالى المتحف المصري أو روح الأماكن السياحية التانية، بس المتحف المصري أكتر مكان فيها حاجات ناس سياحية صراحة. نروح نبص على توت عنخ آمون ولا نقوله هو كمان، نروح نبص. بص صراحة الدنيا حر قوي، حر قوي رغم ان في شمس، بس الدنيا حر قوي يعني. انا بصور توابيت صحابي يكتبوا لا مكتوب، والله لسه اقول لك حوام يكتبوا التوابيت ديت عباره عن ايه، بس دي مكتوبه عند كل التابوت. هو التوابيت دي كلها ما فيهاش موميات من جوه، التوابيت فاضيه، الموميات كلها نقلوها ودوها، الموميات الملكيه كمان نقلوها ودوها متحف الحضاره تقريبا، متحف ايه. هو ده المدخل من تحت اهو، الناس ايه ده هنا عن المكان ده تعيب معرفش، خش نشوف دلوقتي. أحسن حاجة إن هما خلوا التصوير متاح، كان زمان بيقول لك تذكرة تصوير وكده يعني.
عشان كده كل الاجانب الناس كده بتصور. كان زمان يقول لك تذكره تصوير، فالناس دلوقتي تقول لك ايه ليه يا عم تذكره تصوير، ويقعد يحتجوا. دلوقتي بصراحه قرار حلو جدا ان هم يمنعوا تذاكر التصوير دي. ده تمساح محنط. احنا بقى نوقف. هذا اسباني بيتكلموا اسباني تقريبا، يعني كل الناس دي جايه من اسبانيا والمكسيك والحاجات دي. هو عالم ايه ده؟ ده مش علم، ده الفلاج بتاعهم تقريبا. هذا هو توت عنخ آمون هناك، نروح نبص عليه. هو المدخل اهو، الدنيا عامله ازاي؟ حلو جدا الدنيا والله، مكان جميل جدا، بس محتاج تكيف. لو كيفوه يبقى حلو قوي، يبقى روعه صح. لو عملوا مكيف. هروح ابص هناك. ايه ده؟ انا كنت طالع من السلم من ورا، يبقى السلم ده ايه ده؟ هروح ابص عليه. صراحه الدنيا فوق اهدى من الدنيا تحت كتير، الناس كلها واقفه تحت، معرفش هما واقفين تحت بيعملوا ايه، مستنيين تقريبا المرشد بتاعهم او بيعلمهم واحده واحده، بس اكيد في بروجرام يعني ماشيين عليه. بس هنخش بقى المكان ده بفلوس ولا ايه؟ كان زمان المكان ده بفلوس، يعني تذكره زياده، بس تقريبا مفيش تذكره زياده. الدنيا هنا زحمه جدا. ده ماشي مع الصينيين واليابانيين، حاطط لهم سماعات في الودن عمال يتكلم من الميكروفون، مش محتاج بقى يقعد يشرح لهم، يقف يتكلم هو بيتكلم وخلاص. الدنيا زحمة هنا موت، بس معظمهم ناس كبيرة، أجانب كبار كلهم، نادر لما تلاقي أجانب شباب. دي كانوا واقفين معانا تحت، طلعوا معقول اول ناس تشوفهم يطلعوا بسرعه، يعني كل الناس بقى تتاخر تحت، تاخر رهيب. المشكله ان مفيش زباله، حقك مفيش زباله، هنعمل فين يعني؟ كل الناس معاها ماشيه معاها مناديل، كله بيحاول يرمي، انا هرمي فين بقى؟ معرفش. انا بقى نشوف بس مروحه صغيره جدا، مروحه صغيره جدا على الحر اللي احنا فيه ده، حر موت. بس كل واحد ايه ده؟ نادر لما اشوف عيله والله. بس طول ما انت ماشي متحف المصري يا جماعه والله حلو جدا، بس هو فعلا محتاج تكيف. استنى، ايه الاماكن دي؟ دي ده اكل محنط، اكل محنط والله اهو مكتوبها تقريبا، اللي هو اللي بتاع الاصفر الكبير ده. المشكلة هنا حتى لو انت معاك لغة، عشان الناس اللي هي تتسجل لغة معاهم لغة يجي يتكلموا مع حد، هنا معظم الناس ما بتتكلمش انجلش. يعني كل ما انا سامع هو الناس كلها بتتكلم اسباني، ياباني، صيني. ست لا ده ما سمعتش تركي النهارده والله. راح فين الاتراك؟ ممكن على توت عنخ امون ولا نقلوه، ما اعرفش. خش وخلاص. ايه ده نادر لما لقى واحده مصريه؟ بس انت مش اجانب بس. هذا ما يعني نادر جدا، والصينيين الاوروبيين النهارده او الاسيويين. طب بص احنا فين بقى؟ على توت عنخ امون اللي هو التمثال، اللي هو الوش الذهب الغالي قوي ده. ها
وهذا التابوت بتاعه حقه ما اعرفش هم شالوه ولا ما شالوش. رجل صغيري ايطالي مش عارف حاجه. هو معهوش اتراك في انا ممنوع المرشد يخش. ممنوع التصوير جوه وفي توت عبد الامون جوه. فمعرفش هو ليه ممنوع التصوير جوه يعني مفيش ولا موميا جوه ولا اي حاجه. معرفش هو ليه ممنوع التصوير تقريبا عشان يقول لك الدنيا زحمه جوه والدنيا مغلقه جوه وكلام غريب كده. معرفش مشكله. يعني هيبقى جميل جدا احنا نصور جوه يعني. يلا. هنمشي بالقوانين وخلاص. هنروح بقى نصور كده ثانيه. نشوف بقى الدنيا عامله ازاي. بس الدنيا معرفش الدنيا مظلمه ليه لحد دلوقتي انا مش قادر استوعب. طب ما انت ماشي. جروب هات 50 ده جروب هات هنا جروبات بس هنا تقريبا مسكين ولا اذا في ناس ما اعرفش بقى ايه ده ما دخلوش جوه ليه طبعا التمثال تبع خامون في ذهب هو تقريبا يعني حاولوا يدخلوا جوه مش كده حلو كده احنا صوبنا دورت ما اعرفش جنسيته من منافاليا دورت ولا ايه ما اعرفش عشان ده ولا ياباني ولا اسيوي مش مشكله اذا الناس هنا بتتحرك جامد بسرعه عادي خرج الجروبات متاخر بس في جروبات بتتحرك بسرعه المرشد بيقلبهم تقريبا عاملين بيزاموا المرشد بسرعه فدينا احنا عاملين نصور بس المشكله ان مفيش زباله فعلا فين الزباله في المكان مش لاقينها والله ما الاقي والله ما الاقي اي باسكت خالص الواحد الناس كلها مسح مش عماله تمسح بالمناديل عشان ترمي بعد كده المناديل مفيش اي حد يقدر يرمي كلها عماله تحطها في جيبه خلينا هنبص اهو الدنيا زحمه هنا قوي عشان تدعى الخمون والحاجات دي الشمس دي لا دي اضاءه انا وجعت والله من الاضاءه دي احنا مشينا كده مش هنفوت حاجه مش كده مش كده المره دي انا وجعت والله من الشمس اللي هو الكشاف قوي قوي ده انا ماشي مش شايف الواد طوله 3 متر ده طوله 4.5 متر او 15 متر ده جاين ده ولا ايه؟ ايه ده الزحمه دي ليه؟ الزحمه دي ما اعرفش ليه عشان اشوف الاوضه دي هم بيخشوا دي اوضه عباره عن ايه؟ ده هم الدكتور هنا ولا ايه؟ في اوضه مشهوره لازم تخشها اوضه توت عنخ امون اذا الناس بتحاول تخش اوضه زحمه تخش احسن تخشش ليه؟ تخش ايوه دي اوضه مكيفه الحمد لله اوضه مكيفه ايوه الناس كلها بتخش عشان مكيفه فيخشوا يتكيفوا شويه ويطلعوا ويمشوا في الحاره تاني او ممكن في حاجه مهمه جوه تخش شو ده ده في بوشنج رهيب الناس مش عارفه تطلع احنا بنعمل ايه احنا لو في عشوائيات مش هنعمل كده الدنيا زحمه موت مفيش تصوير جوه توت عنخ امون الثاني هناك تمثال توت عنخ امون والاثنين مفهومش تصوير جوه
معرفش اتصور امتى جوه معرفش. ايه ده المكان ده؟ الحرم ده ولا ايه؟ لا ده نيكلس وحاجات زي كده. احنا الدنيا زحمه موت زي ما انتم شايفين كده. النهارده متحف المصري ان شاء الله السياحه قويه جدا. الناس تقول لك ان مفيش سياحه، ده كده السياحه مش عامله ازاي؟ السياحه حلوه جدا ان شاء الله. لو يعملوا مطعم هنا جوه موجود في المتحف المصري حاجه شيك كده هيعملوا شغل عالمي. ويكيفوا مكان عشان المكان محتاج يتكيف، الدنيا حر موت. الناس كلها ماشيه عرقانه، الناس كلها عماله تستعمل المناديل ومفيش زباله في الاخر. الناس دي اشتكي من اول النهارده. لازم ننزل او نروح حته ثانيه. كمان في رحلات مدرسيه اجنبيه، كان في اطفال جم كتير النهارده، مع مش اطفال يعني طلبه كده 16 سنه ولا حاجه، جايين مع بعضهم كتير، كان ممكن رحلات مدرسيه. السرير الطويل هناك دوت طول 4.5 متر. احنا جايين من حته الزحمه، واحنا طلعنا من حته الزحمه واحنا حته فاضيه. المقابر الملكي في ايه؟ ده بيعملوا ايه؟ في فوت وانا شغال. تقريبا بيقولوا ممنوع التصوير لما تكون الدنيا زحمه. فعلا الدنيا كانت زحمه قوي اليومين اللي فاتوا، الغرفتين اللي فاتوا. طب اهو تمثيل اقناع ذهب من هنا لبكره الصبح. ده لو الدهب ببلاش ما كنتش عامل كده زمان. نفوت اوكي. الراجل قال لي نفوت وانا طالع.